رجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين مباشرة على الهواء، من جد تحياتنا الصباحية لكم. حان الموعد نلتقي هلأ عبر تطبيق زوم مع أحمد شماس. من صبح عليه بالخير. مرحبا أحمد، مرحبا، صحة صباح الخير لكم، كيفك؟ كيف صحتك؟ كل شيء تمام؟ All good, all good. إن شاء الله. اليوم موضوعنا ليه ما بنتقبل النصيحة؟ ليه الشخص ما بيقدر يتقبل النصيحة من الآخر حتى لو كانت هالنصيحة بمكانها الصحيح؟ من وين بتحب تبلش الموضوع؟ هلا اللي بشوفه اكثر شيء واللي بسمعه اكثر شيء، انه معظم العالم بتحاول تنصح مثلا خيها او اختها او حدا بيقربها شيء نصيحه، حتى لو كانت مزبوطه بيكونوا شايفين الشيء من منظور ثاني وبيحاولوا يوصلوه لهذا الشخص ليقولوا له اوكي، انه هون انت عم تعمل يمكن شيء غلط ممكن تحسن منه، او ممكن تكون نصيحه باي شكل من الاشكال، مو ضروري النصيحه مثلا على حياته الشخصيه، يمكن بحياته العمليه، يمكن نصيحه ليحسن شيء من حاله، او مثلا يمكن نصيحه انه مثلا عم بيقولوا له انت حدا دفاعي، بس معظم العالم ما بتقدر تتقبل نصيحه من حدا قريب لها. كثير عالم بتفكر انه اوكي، وبيجينا هذا السؤال كثير، انه ليش ما حدا بيتقبل نصيحه مني وهو قريب الي، هو عارفيني انا شو، عارفيني انا شو عم بعمل. السبب هو معظم الاوقات الفاميلياريتي، انه العالم بيكونوا عارفين تفاصيلك، عارفين انت مين، فمنك شيء كثير انترستنج لهم لياخذوا هيدي النصيحه، وبيكونوا مفكرين الفاليو تاعك قد الفاليو تاعهم. يعني نحن بناخذ نصيحه من العالم اللي شايفينه اكثر مننا بشوي، هيدا اللي عم بقول لك، اللي عم بيمشي من ميله الايجو. بس العالم اللي يعني العالم اللي بيكونوا مفتحين اكثر، اللي بيكونوا عم بيشوفوا الحياه من منظور انه اوكي انا شايف الحياه هلا بطريقه انا بدي اتحسن، بالضبط. ما بيهم لي من مين جاي النصيحه، حاول شكك بالنصيحه. يعني مثلا هلا اذا اجتني نصيحه من حدا بيقربني، حتى يمكن لو ما بدي اتقبلها، ما عندي القابليه اني اتقبلها، لا بدل ما انا ارفضها كليا بسال حالي انه اوكي هل ممكن هيدا يكون الشيء صحيح؟ اذا صحيح ليه؟ على اي اساس؟ وهيدا الاساس ببني وباخذ النصيحه. بس في ناس ما بتقدر تاخذ النصيحه وبتوصل لدرجه انه بترفضها وبتشكك فيها وبتقول لا هيدا الشيء مش مني، مع انه يمكن اغلب الظن باغلب الاوقات كل هيدي الشيء موجود فيه كان شيء سلبي او كان شيء عم بيعمله غلط، ممكن يكون عم بيعمله او ممكن تكون موجوده فيه بس بيرفضها. نيجي لاول سبب اللي هو العالم، انه انت لما تعطيها النصيحه بتكون عم بتفكر بشيء ثاني، ما بتكون مركزه معك اصلا، فبتكون عم تاخذ بس كلمات من الحكي تاعك. يعني انت لما تقولي هلا مثلا جمله كامله، يمكن انا انتبهت لثلاث احرف بس منها وتركت الباقي لانه انا مش مركز معك 100%، فهيدي بتاثر على النصيحه او على الكونتكست ككامل ككل، فما بيتقبلها لانه بيعمل مثل جادجمنت، انه خلص مثل ملا بالفراغ. كيف بالامتحانات بيقولوا لنا املا بالفراغ، نفس الفكره بيكون هو عم يملأ بالفراغ بطريقه انه اوكي عم ياخذها هجوميه. فاول شغله لازم تعمليها هي انك انت تكوني مفصله بالشيء اللي عم تعمليه وتكوني متاكده انه هو مركز معك. إذا حسيت إنه هذا الشخص عم يعني بيعطيني نصيحة وأنا مركز معي، ما يعني ما تروحي لبعيد وتعطيه كثير نصائح وتقولي له هيك وهيك، لأنه ما حتكون افكتيف لأنه هو مش مركز. فأول خطوة لازم تعمليها هي إنك تاخذي التركيز لهذا الشخص، هذيك أول خطوة. ثاني خطوة هو إنه المشكلة مش هو الكل، إنه بيكون الشخص دفاعي هجومي. فأول ثاني خطوة لازم تعمليها هي إنك تخليه يوطي دفاعاته، من ناحيه انه ما يفكر انه انت عم تهاجميه، ما يفكر انه انت عم تتشاطري عليه او عم تعطيه نصيحه. خليه يفكر انه بس انت عم تحاولي مثل تقترحي شيء، بس يشوفك انت انك عم تقترحي بدل ما تعطي نصيحه، هو لحاله حيصير متقبل اكثر. صح، كم مره صايره معي لما حدا يكون عم يعطيكي مثلا شيء وانت مثلا ممكن ما تتقبليه لانه مفكريته عم بيهاجمك؟ يعني كم مره مثلا ممكن انت صايره بهذا الموقف اللي هو سامع حدا عم بيهاجم حدا او سامع حدا عم بيدافع عن حاله؟ اي بتعرف، لانه الطريقه هي اللي بتحكم كل شيء. اذا كان في اتاك من الاول، انا بدي احكي مع احمد بس بدي هيك اجي عليه من فوق وعم بحكي بطريقه مزري، اكيد احمد منه رح يسمعني. في طريقه، يمكن بطريقه مباشره غير مباشره، هون كل واحد هو ذكي ليقدر ياثر ويجذب الاخر. صح، وصح اكيد انت بتعرف الفرق بين البوس والليدر، يعني بين اللي هيدا بيعمل بوس وبين القائد اللي بيكون مثلا بيعرف كيف يقترح، بيعرف كيف يقدم الاشياء. يعني هلا ما في حدا مننا حيتقبل اذا حدا اجاه بطريقه
انه انا الفهمان وانت اللي ما بتفهم، انت اللي ما عندك المعلومات اللازمه، وانا جاي عم بعطيك المعلومات اللازمه لانه انت ما عندك اياها. فرق ما تجي لعند حدا تقول له اوكي هلا انا متفهم انه انت منظورك كثير حلو على الحياه وعم تعمل كل شيء صح بحياتك، بس في نقطه يمكن ممكن تحسن من الشيء اللي عم تعمله وتوصلك للشيء اللي انت بدك اياه. هون شو عمل؟ لازمنا النقطه الثالثه اللي هي احكي له عن صلاحته. ما تحكي من ميلة انت شو بدك منه، احكي من ميلة هو شو بده من الحياة. يعني نجي لهون، اوكي شو ممكن هذا الشخص يكون بده من الحياة؟ يمكن بده يكون شخص ناجح، اوكي بنيجي بنقول له لانه انت بدك تكون شخص ناجح في عندك هيدي النقطة وهيدي النقطة، بحس ممكن يتحسن بطريقة معينة. وهلا بحكي عن النقطة الرابعة اللي هي بتأكد انه هذا الشخص يبلش يمشي عليهم. بس بالنسبة للنقطة الثالثة بدكم تفكروا من ميلة هذا الشخص. هذا الشخص شو الشيء العزيز عليه؟ شو الشيء المهم له؟ لانه اذا بتيجي بتحكي بمبدا اوكي انا بدي اياك تغير وتعمل، اوكي ليه بدك اياه يغير؟ على اي اساس؟ شو مصلحتك؟ بدك تحكيه ان تيرمز اوف مصلحته، هو شو الفائده له؟ لانه اي بني ادم اي هيومن بينج موجود ما بيهمه قصه انه انا بدي اغير كرماله، بدي اغير كرماله، حتى لو بدي اغير كرمال حدا دائما في شيء جواته عم يغير كرماله. يعني ممكن مثلا اذا عم يغير كرمال مرته او كرمال جوزها عم بتغير، ممكن عم بغير لانه بده يعيش بامان او براحه بال، هيدا السبب التغيير. فدائما بدكم تفكروا بالسبب الجوات هيدا الشخص، بس تعطوه هيدا السبب بصوت عالي لانه معظم الاشياء بتكون موجوده باللاوعي عم تمشي عم تمشي، بس ما لها فعاليه قد ما لها فعاليه لما تصير بصوت عالي، خصوص اذا كان لها قوه عليه باللاوعي تاعه من ناحيه انه عم بفكر فيها كثير بس ما بيحكيها بصوت عالي. لهذا السبب المهم انه نحكي الاشياء بصوت عالي، لانه بتصير عندك القابليه انك تفهم الشيء اللي عم بيصير. نجي للنقطه الرابعه واللي هي الاهم، انه تعطيه لو طرف خيط، اللي هي مبدا انه هو ما عارف شو لازم يعمل، ما عارف كيف بده يغير. مش بس بدك تعطيه الحكم وتعطيه تقول له لا انت عم تعمل هيك غلط، انت عم تعمل هيك، لا بدك تيجي كمان تقول له اوكي شو هي الخطوه التاليه اللي انت لازم تعملها. صح، عندي سؤال لك، هلا انت برأيك ممكن حدا مثلا هيك فجأة يتغير؟ بتحسيها انت ظابطة؟ صراحة لا، أكيد في معطيات، في أشياء بيبني عليها، في تصرفات من الآخر لينقلب ويتغير 180 درجة. بس بتصدق إذا قلت لك إنه في أوقات أشخاص بيبرموا بيتغيروا بس أنت ما بتعرف ليه؟ صح. وعلى فكرة المعطيات اللي قلتيها، كلمة المعطيات كثير مهمة، لأنه هيدا الشيء اللي حنعطيهم إياه، حنعطيهم لو طرف خير شوية معطيات ليقدروا يبنوا عليها. بالنسبة لموضوع حدا يتغير، كيف يعني؟ إذا فيك تشرحي لي أكثر، بس لا أقدر وصل لك من وجهة نظر الشخص الآخر، يعني مثلا لا، ما هي يتغير. سايرة مع الكل أحمد، مش معي بس، مع كتار من الناس، إنه بيكون إيه الآخر عادي وعم تحكي أنت وياه وأصحابه وأصدقاء، بعد شوي بتلاقيه برم بس ما بتعرف ليه، مليون بعد شوي بالمية بتلاقي طريقة تصرفاته معك تغيرت، بعد شوي بتلاقي الضحكة بطلت مرسومة، بعد شوي ما بتعرف ليه. هلا يمكن أنت تكون عامل شيء ومانك عارف كمان. صح مليون بالمية. وعلى فكرة كثير معك حق، مليون بالمية كثير بيواجهوها هيدي الشغلة، من ناحية انه بيفكروا انه الشخص الآخر يمكن كرههم او انقلب عليهم، بس اوقات صح، ما في ضرورة على فكرة. لأنه الشغلة الحلوة انه انا وانت والمشاهدين واي حدا موجود حوالينا وعيالنا، كل حدا عنده حياته الخاصة، كل حدا عنده منظوره الخاص. تخيل انه انت عندك عالم كامل ما استكشفتيه بهذا الشخص الاخر، فما حتقدر انت تعرف شو اللي عم بيصير براسه. فبتصير هي مبدا انه ممكن نحن نفكر انه هذا الشخص مثلا ممكن يكون قلب فجأة، بس فعليا ممكن شو عامل له تريجر، يعني شيء عامل له، كيف فقست اللمبه بتضويها وبتطفيها؟ نفس الشيء ممكن يكون شيء نكزه، شيء عامل له تريجر، هذا الشيء اللي ادى انه هو يتغير. فهون بهيدي السيتويشن، وهيدا موضوع كثير مهم انك جبت سيرته، لانه اي بليف كثير عالم بتواجهه. الفكره هي شو لازم يعمل الشخص؟ لازم يجي يحكي، يعني ما يتجاهل. لانه اذا هلا انت مثلا انا وياك عم نحكي وجيت انا تغيرت عليك فجاه، شو حتعملي انت مثلا؟ إذا جيت شو؟ اذا انا جيت تغيرت قلبت عليك فجاه مثلا، هلا انا وياك قاعدين بنتحدث ورواق وكل عندي شيء. احتمالين، عندي احتمالين، يا بتقبل وبكفي المقابلة وبقول لك بدنا نخف شوية عصبية، يا بختم المقابلة دغري دغري بودعك وبقوم بفل، أيها أنت هذه الفكرة. بتختار؟ هلا بتاني سيناريو، بس انت ما حتكون استفدت شيء. بس اذا جيت باول سيناريو قلت لي مثلا يا احمد اوكي ليه عم شو الهدف اللي بدك توصله بالضبط؟
نجي نحكيها بالتواصل. هلا بس اذا احمد بعكسي انا مثلا واجى ما بده يحكي بالمره، ساعتها اوكي نقطع المقابله او نقطع المحادثه اللي كانت بيناتهم، لانه ما نعم حتوصل لمطرح. بس اذا صح حدا مثلا شوي منفتح، لا لازم نروح نحكي معه، يعني اذا حدا ما بنيته، لانه في كثير عالم عن جد بتكون عم بتعاني بحياتها وما قادره توصل، ما بتكون بنيتها. ما بتحسي انه اوقات هيدا الحاله بتصير؟ أكيد. هلأ هو فحوى حديثك أحمد، بفتكر أنا الرسالة اللي بدك توصلها هي التواصل مع الآخر، أهمية إني أتواصل أنا وياك لنقدر نوصل لحلول. ما فيك أنت تزعل بميل وأنا أزعل بميل وما نقعد نحكي مع بعضنا، بدنا نتواصل لأعرف أنا أحمد من شو زعلان مني، وأنت تعرف سحر ليه زعلاني وياخدي على خاطرها. هيدا التواصل قد إيه مهم يا أحمد؟ هيدا مهم لدرجة انه اذا ما بتتواصلي او ما بتحكي ليش او شو اللي عم بيصير، ما حتوصل لمطرح. يعني اذا مثلا هلا انت حاطه قدامك قليلة المي او حاطه حدك قليلة المي، هلا بدك تشربي، بس انت عم تقولي اوكي بدي اشرب بدي اشرب بدي اشرب، بس بينك وبين حالك، وما عم يعني بس عم تفكري فيها وما عم تشوفيها حتى ما تطلع وين قليلة المي. توصلي لنقطة، حتوصل لنقطة انه اوكي ما في شيء عم يتغير، ما في شيء عم بيصير. ليش؟ لانه انت ما عم تعملي شيء بالفيزيكال ماتر. يعني في عندك هون عالمين، في عندك الشيء الفيزيكال، الشيء الملموس، الشيء اللي بينسمع، وفي عندك الشيء العقلي اللي بيكون سايكيك، اللي هي افكارك، اللي هي معتقداتك. هون الاشياء اللي بالمعتقدات والافكار ما لها وجود، ما لها ريكورد. يعني كيف بالاكاونتنج بيحطوا مثل ريكورد كامل ومثل ما كل شيء على ورقه، هون الافكار والمعتقدات ما لهم ريكورد لحديت ما يصيروا شيء تانجبل، شيء بينلمس مثل حكي او كلمه او شيء انقال. لهيدا السبب اهميه التواصل، او تعرفي كيف توصلي افكارك، تعرفي كيف توصلي معتقداتك، هذا الشيء مهم، لانه بتبلشي بحالك بتقدر تغيري من حالك لما تفهمي كيف توصلي الرساله اكثر، بتبلشي تقدر توصلي الرساله للاشخاص اللي عن جد بحاجتها وعن جد ممكن يتغيروا. هيدي الفكره. فاهميه التواصل هو بيعطيك رياحه الرمال، رياحه الراس، لانه حلو حتوصل لنقطة بحياتك ما حتقولي انه لا انا رفضت هون او انا رفضت هون. وفرق ما صح اجي انا بدي اعطيكي نصيحة، اجي اقول لك اوكي سحر انت لازم تغيري هيدا لانه كثير عم بضايقني ومش طايق هيدا الشيء بقى بالمرة. فرق ما اجي اقول لك سحر انا على فكرة كثير حبيت شو عملت اليوم، بس ما بعرف يمكن في شيء ممكن يوصلك للي انت بدك اياه، اللي هو انه تصيري احسن برزنتر بالعالم اللي هو هلا انت يا سحر. بس انه نعم عم نعمل سيناريو هايبوثيتيكلي انه انت مالك احسن برزنتر بالعالم، بنقول انه لتصيري احسن بريزنتر بالعالم يمكن شوي اذا ما بعرف بتكوني اكثر مرافقه مع الاشخاص اللي عم تحكي معهم، بس انت هيدي يعني انت العكس، بس انا عم بعطي اكزامبل. سو هيدي هي الفكره، بنوصل لنقطه انه انت باي سيناريو حتتقبلي مني اكثر الحكي بكلمات. طيب أحمد، هو إذا بدنا نقول خلينا ناخد الطريقة الفضة والمثلى للتواصل، هو أنا لازم أحكيك بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة؟ لأن إحنا بنعرف مباشرة أوقات الواحد إذا حكي بطريقة مباشرة مثل ما بيقولوا بالعربي الدارج بيكون كتير هيك دج، يعني إف أنا ما بتقبلك، ليه عم بيقول لي أحمد سحر بكرة الصبح غيري طريقة سؤالاتك؟ فيك انت تقول لي سحر سؤالاتك مهضومين وفي ذكاء معين، ولكن بدك تحاولي ما تساليني بهالطريقه، بتقبلها اكثر من ما انه تقول لي سحر سؤالاتك مش منيح، شوف شو بدك تعملي. يعني الطريقه الغير مباشره اوقات بتكون مجديه اكثر بكثير من الطريقه المباشره، صح؟ اوكي خليني اقول لك اياها هيك، اذا بدك تكون مش مباشره بس واضحه. يعني ما تحطي توقعات، مش مثلا مثل اقول لك هلا انا بدي اياك تحسني اسئلتك، لنفترض هايبوثيتيكال سيناريو انا بدي سحر تحسن اسئلتها، وبقول لها سحر اسئلتك كثير حلوه، بس شو رايك تغيري مثلا طريقه حكيك؟ شو خص طريقه حكيك بسؤالي؟ هولي انا بدي واضح. فممكن تكون اكثر يعني مباشر ومش مباشر، يعني هي ميكس بتوين تو، عرفتي؟ فانا بشوفها اكثر انه انت تنمي العلاقه، او تعطي مثل بكتاب قريته اللي هو هاو تو وين فريندز اند انفلونس بيبول، كتاب كثير حلو على فكره، بيقول شغله اللي هو انه بدك تعطي كومبلمنت، وكثير عالم بتعرفها انه تعطي مثل شيء حلو لتغيري المود، لتغيري اذا بدك طاقه الاوضه، لتغيري كيف العالم عم تتطلع على هيدا الشيء، لتخليهم يحسوا بامان اكثر، بعدين فيك توجهي نصيحتك. لانه اذا هلا انت بتيجي لواحد غريب وبتقولي له لا انت غلط، طب ما انت ما بتعرفي ما بتعرفي عنه شيء وهو اصلا غريب، يعني جيتي فجاه وقلتي له انت غريب او انت غلط، هو ما حيتقبل هيدا الشيء، ما حيفهم شو اللي صار اصلا. لهيدا صح السبب هي مهمه انه انت تبني العلاقه اول شيء، تبني الاجواء،
مثل ما بيقولوا، او اذا بدك تبلشي يعني تعطري الجو للشيء اللي انت بدك اياه بالطريق المحدد، واخر شيء تكوني واضحه، تكوني مباشره، لانه اذا ما كان في هذه الطريقه المباشره، اذا ما كان في الوضوح، ما حتوصل لمطرح، لانه اللي عم بيصير براسي غير اللي عم بيصير براسك، واللي انت بتفهميه غير اللي انا بفهمه، واللي انا بفهمه غير اللي انت بتفهميه، ايه وعقليتنا كل حدا عنده عالمه الخاص، مظبوط. فاجبري بس انه احمد تكون بتفرق بين اني بعرفك وما بعرفك، يعني بتفرق صحيح. اني انا بعرفه لاحمد ومقابلته 500 مره وطالعين انا وياه لايف واحكي ومحكيين مع بعضنا بالمكتب وقاعدين، بتفرق بين اني صح بعرفك وانا ما بعرفه لاحمد، شايفته مرتين وقاعده اقول له ليك بدك تغير طريقتك وبدك تغير نهجك يا مضبوط احمد وسؤالاتك وتفكيرك، ما كمان الواحد بده يكون عنده معرفة صح بالتاني، يكون في أخذ وعطاء ليقدر كمان يقله اللي بده يقله إياه. مظبوط. لهي هي اساسيه انك انت تعطري الاجواء قبل ما تعمل الشيء اللي بدك اياه، قبل ما تكوني مباشره لازم تكوني غير مباشره بطريقه انه انت عم تنظم الاجواء. فانا بشوف اكثر انك تبني العلاقه، تبني الشيء الاساسي، وعلى الاساس بتوجه النصيحه، بس تكون ملاقه، ما تكون شيء انه خلص لا انا بحكم عليك، ما بده يحس انه انت عم تهاجميه، لانه اذا بحس انه انت عم تهاجميه في الديفنس ميكانيزم لحاله بتطلع، مش باراده البشر. لهيك طيب انت بدك تعرفي كيف تكوني ميكس بتوين تو، بدك تكوني كومبيتنت اللي هو شوي اجريسيف شوي مهاجمه، بدك تكوني كومباشنت هو يحس انه انت عن جد بتهتمي لامره، عن جد انه انت عم مية تعطي بالمية نصيحه، عن جد حتساعده وتغير له حياته، هذا الشيء الاساسي. أكيد أحمد. ثقافة الإنسان وخبرته بالحياة، مش عم بحكي إنه كل واحد لازم يكون عنده 80 سنة ومارق بالحياة، لا لا، بس قصدي أنا في خبرة معينة بتفرض عليك الأيام، يمكن عمرك 20 سنة عندك خبرة قد واحد عمره 60 سنة مثلا. خبرة الإنسان بالحياة، شو تعلم، شو شاف، شو عاين، شو عايش، من شو انوجع، هولي بيأثروا عليه على تيبه، على أسلوبه، على تواصله مع الآخر، على كب أفكاره، على هالتواصل يلي عم بيحاول يخلقه مع التاني. مظبوط، كثير بتأثر عليه، ونقطة كثير مهمة إنه نركز عليها. ليش؟ لأنه العالم توصل لمطرح إنه بيكون مثلا عنده اكسبيرينس أو خبرة بالحياة، أو بيكون هو مفكر حاله أذكى مخلوق بالعالم وعنده خبرة 60 سنة، بس الخبرة غير طريقة التواصل، لأنه إذا أنت خبرتك مثلا بالتكنولوجي وعم تحكي مع شخص ما بيفهم بالتكنولوجي، لازم يكون عندك قدرة التواصل لتوصلي رسالتك. بس قدرة التواصل بتيجي من طريقة انه انت عن جد تكوني عم تتناقشي مع العالم وعم تحكي، عم تعملي براكتس، عم تتمرني، وبنفس الوقت عم تقدمي فيدباك لحالك. اوكي لما تعملي غلط بتقولي اوكي انا عملت هون غلط، بينك وبين حالك بتقولي انا لازم صلح. اوكي بس هول الاشخاص ما فهموا علي، ليش ما فهموا علي؟ نعم لانه هون اللي صار. فيمكن واحد يكون عم يحكي بحياته صار له 30 سنة، بس اذا هو ما عم بيحكي بطريقة انه عم بيعطي فيدباك لحاله، عم بيقول انه انا عملت غلط هون، انا بدي اصلح هون، انا بدي احسن هون، ما حدا تحسن طريقه حكيه مع البشر، لانه خبرتك العمليه غير خبرتك من ناحيه التواصل، من ناحيه الشيء اللي انت بدك تقدميه كرساله، لانه نعم لازم فيك تكون عندك خبره واكبر اندستري، بس اذا ما عندك قدره التواصل ما حتوصل لمطرح من ناحيه تقدر أكيد توصل رساله، وهيدا اهميه هيدا الشيء، وانت اكيد أكيد بتعرفي، لانه هيدا الشيء اللي وصلك لكل شيء بحياتك، من ناحيه انه انت بتقدر توصلي رساله، انت بريزنتبل، انت بتقدر تقولي انه هيدي هيك وهيدي هيك، بتقدر تكوني واضحه. فهون بتيجي الفكره انه رغم انه عندك الفكره العمليه لكل شيء، لازم يكون عندك قدره التواصل، لانه اذا ما عندك هاي نعم القدره ما فيك تاثري، ما فيك تغيري، وهذا الشيء اللي احنا بحاجته. أحمد شماس، أنا بدي أشكرك على هيدي الإطلالة، نحن سوا عبر زوم، إن شاء الله قريبا بنشوفك باستديوهاتنا، أهلا وسهلا فيك وبقية نهار سعيد، شكرا. يو تو از ويل، شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. أصدقائنا المشاهدين، نحن بنروح فسحة إعلانية ونعود لنتابع يومنا الجديد.